تنفيذا لتوجيهات محافظي صلاح الدين المهندس عمار جبر خليل، تستمر حملة تعفير وتعقيم عدد من دوائر المحافظة، وتهدف الحملة إلى حماية الموظفين والمراجعين من خطر فيروس كورونا ومنع انتشاره في المجتمع. بالتوجيه من السيد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل رئيس خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، ولمصلحة الموظفين وخوفا على سلامتهم وسلامة مراجعي دائم مديرية مجالس صلاح الدين، تم إرسال كوادر خاصة بالتعفير، وذلك لتعفير مديرية المجاري والدوائر التابعة للمجاري في الأسبوع 3 مرات. يكون هذا التعفير لكافة الغرف والأثاث والمواد الموجودة حتى أرضيات المديرية تعفيرا كاملا من أجل سلامة المراجعين والموظفين المواظبين، لأجل تقديم أفضل خدمة لأبناء محافظة صلاح الدين والحفاظ عليهم من وباء كورونا. بتوجيه من الدكتور عمار جبر خليل الجبوري رئيس خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، قامت بتعفير دوائرنا من القائمة فيروس كورونا، ونحن كمدراء دوائر حريصون على نظافة وتعقيم الدائرة حفاظا على أرواح مواطنين وموظفين ومراجعين من فيروس كورونا. جهود الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة المحترم، قامت كوادر مختصة بتعفير دوائر الدولة، حيث أتوا إلى دائرة التخطيط المتابعة وقاموا بتعفيرها، فنحن حريصون على سلامة أهلنا وموظفينا من وباء كورونا.